السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة إخراج البيضة المحشورة، يعني لو نتاية اتحشرت فيها البيضة إزاي بنخرجها. هنشوف مع بعض أول وعرفنا إزاي إن هي النتاية فيها البيضة محشورة. ايه هو انا عرفت ازاي النتاية دي؟ انا شايفها كده بتحاول تبيض، بقالها ده اليوم الثالث اللي هي بتحاول تبيض، انا شايفها بستناها انها تبيض ما بتبيضش. مسكت الحمامة وجدت انها فعلا فيها بيضة، اهو النتاية اشوف اهو، تحس انها كأنها راقدة على البيض. نمسكها نشوف كده، فيها البيضة خالص اهو، لكن مش عارفة تخرجها. طيب هنحاول مع النتاية دي، هنقول لكم اول الطرق اللي بنستخدمها وايه الاسباب، وبعد كده نعمل ازاي عملي. يعني اسباب المشكلة رقم واحد هنقول اللي هو استخدام الكركم والقرفة والجنزبيل، ده اول سبب اللي هو بيخلي البيضة تتحشر كده ما تخرجش، لانه بيسبب انقباض للانثى وما تستطيعش اخراج البيضة. ده اللي بيستخدمهم بافراط، يعني ما استخدمهمش كتير. لو هتستخدم الكركم والقرفة والجنزبيل يبقى يوم واحد بس في الشهر، وتأتي بعدها مباشرة الخميرة يوم تاني يوم على طول. يعني يوم مثلا تستخدم كركم استخدمه لوحده، وبعد 10 أيام تستخدم قرفة، وبعد 10 أيام تانية تستخدم الجنزبيل. ده لو انت عايز تستخدم، احنا بنقول لك دلوقتي الاسباب اللي بتعمل ايه، اللي بتسبب انحشار البيضة، اللي بتعمل الانقباض وتخلي البيضة ما تنزلش، او حجم البيضة كبير. لكن هنقول اول بعد ما بتأتي الحاجات دي مرة كل 10 أيام لو انت هتأتها، يعني انا ما بستخدمهاش اساسا الا للضرورة، لكن لو هتأتي يوم تأتي تاني يوم خميرة بعد 10 أيام، كل 10 أيام هتأتي صنف، واليوم اللي بعده خميرة. طيب وقلنا حجم البيضة كبير، وبرضو سبب تاني اللي هو ملح الطعام، اللي بيزود قوي بيحط الملح كتير في التحديق. لا، هو معلقة صغيرة بس على تحطه او هتضيفه على اكل الحمام، يبقى معلقة على 5 كيلو اكل، معلقة واحدة صغيرة على 5 كيلو اكل، لان كتر الملح بيسبب ايضا انقباض عند النتاية. طيب تغيير ايضا سبب كمان، تغيير درجة الحرارة المفاجئ زي احنا اليومين دول، وده السبب اللي هو المحتمل الكبير اللي هو عندي النتاية دي دلوقتي، لان احنا كان الجو تقريبا، مش عايز اقول لك، كان معتدل جدا، وفجأة درجة الحرارة ارتفعت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. على فكرة يا جماعة، اللي عايز الفيديو باختصار هيلاقيه في قناتنا، القناة الجديدة اللي هي قناة معلومات في تربية الحمام. اعمل لايك للفيديو علشان تشوف هنخرج البيضة ازاي بطريقة من غير ما تيجي جنب النتاية، ولانك تحاول معها بعنف هنخرجها بطريقة ان شاء الله سهلة جدا وهتشوف معنا. زي ما قلنا، يبقى اختلاف في درجة الحرارة او البرودة المفاجئ هو اللي بيسبب برضو ان هو بيعمل خلل في التوازن الحيوي عند النتاية، اللي يسبب عندها المشكلة دي. يعني لو حصل حر مفاجئ زي اللي احنا فيه دلوقتي، هنجيب كيس محلول معالجة الجفاف ونعطيه على لتر مية، ده في حالة الارتفاع الحرارة. اهو كيس زي ده او اي نوع، هتضيف الكيس زي ده على لتر مية، ولو انت شايف نتاية زي كده اسقيها في الفم، وعموما تسقي الحمام منه كله في الحر اللي زي اللي احنا فيه دلوقتي، هيساعد الحمام جدا ويخفف عنه درجات الحرارة، ومش هيخليه اصلا، لان كل شوية يهجم على المية يشرب، لا هيخليه يخف شوية في المية. ولو هو هيعمل هتلاقيه يشرب كتير ويعمل مية، لا ده هيخليه ما يعملش مية كتير. يبقى ده مهم جدا يا جماعة في الحر. طيب زي ما قلنا نجيب المحلول. السبب اخر
الأمراض الفطرية. الأمراض الفطرية اللي بتظهر في حال الحمامة أو في الجهاز التناسلي اللي بيظهر أثناء وضع البيضة، يعني ساعة ما البيضة بتيجي تخرج لو انت بصيت فيها هتعرف ازاي، ان انت هتلاقي خطوط بيضة تعرف ان هي عندها أمراض فطرية تعرفه عند وضع البيضة. في الحالة دي بتعمل ايه؟ ان انت بتمنع عنها، بتأكلها دورة ناعم بس، بتمنع عنها الفول والبسلة والدورة الخشن، يعني بتأكلها الأكل الناعم بس. ولما بتخرج البيضة ولقيت البيضة محشورة بيعمل لها التهاب مكان مخروج البيضة، فهتعمل تدهن لها بمرهم مضاد حيوي، تحاول تدخل المرهم جوه. انا عندي فيوسودين ده اللي هو يعتبر اشهر المراهم كريمات عموما، في منه مرهم وفي منه كريم. الموجود عند حضرتك زي ما انت شايف كده، انا جايب حاجة فاضية من عندي من البيت فيها نقطة صغيرة بستخدمها في الحالة دي، اهو فيوسودين تدهن مكان خروج البيضة لو هي عملت التهاب. طيب يبقى وهنأتي ايه بعد كده؟ هنأتي سيفامول اللي هو ده سيفامول، ده اقراص فوار. هتحط قرص على لتر المية وتسقي منه الحمامة، والحمام كله يشرب منه كويس جدا في فترة الحرارة اللي احنا فيها دي، ويرفع مناعة الحمامة اللي كانت البيضة فيها محشورة، ويرفع باقي مناعة باقي الحمام. طيب واذا ما خرجتش البيضة هنشتغل بقى الشغل العملي. هنعمل ايه؟ هنجيب 2 سنتي زيت بسرنجة، ان كان عندك زيت زيتون ماشي، ما كانش عندك زيت زيتون هنعمل بقى نشتغل الشغل العملي. يبقى انا هجيب السرنجة اهوت، ومعايا باقي السرنجة دي يا جماعة مخصصة جديدة اهي لسه. شوف السرنجة، السرنجة دي غالية شوية لكن يلا مش خسارة في البيضة ان شاء الله. هنسحب بيها زيت الزيتون، انا عندي شوية زيت زيتون فايضين اهم، اي زيت زيتون او ما فيش مشكلة لو اي زيت تاني، يعني مش هنكلف حضرتك حاجة. انا هسحب 2 سنتي، المهم نقول لكم على الطريقة. اسحب 2 سنتي في السرنجة، سرنجة نظيفة زي ما قلنا علشان هنستخدمها، هتدخل في المخرج بتاع الحمامة وفم الحمامة. هذا مثلا 2 سنتي هنقول، هي السرنج دي بتاخد اكتر لكن هو احنا هناخد منها 2 سنتي اهو، تمام. والباقي نرجعه في الازازة تاني ونعينها للظروف اللي زي كده. ليه استخدامات كتير زيت الزيتون يا جماعة، هنقول لكم عليها فيديو ايه مخصص لزيت الزيتون. طيب نجيب النتاية. طيب معايا النتاية اهوت، هنحاول ندخل في بقها في الفم مباشرة سنتي من زيت الزيتون اهو معانا، هندخل لها سنتي. خلاص سقناها السنتي زيت الزيتون، خلاص نسيبها لحد ما تبلع زيت الزيتون تماما. ولو انت حسيت ان هي خرجت الزيت اديها، حاول تتأكد ان السنتي كله، حط لها تاني غيره لان هي خرجت الاولاني، تشرب لحد ما تشرب السنتي تماما. ونسيبها بعد دقيقتين، بعد دقيقتين هنعطيها نقلبها ونعطيها سنتي، نسيبها كده ترتاح لحد ما تبلع الزيت كويس، ونعطيها سنتي اخر لكن في فتحة المجمع او فتحة الشرج عندها علشان تسهل خروج البيضة. هنشوف ازاي الطريقة. اهو معانا السنتي التاني
سيبناها من دقيقتين لخمس دقايق ورجعنا لكم. نقلب الحمامة، نجيب الحمامة تاني اهو، نحاول نقلب الحمامة كده عشان انا بصور لوحدي، تعرف تمسكها وتاخدها في حضنك كويس وانت بتعمل كده. نمسك رجلين الحمامة كده ونحاول ندخل السن، يا رب يكون ظاهر كويس، ندخل السن بحيث هو نكسر البيضة، نخلي بالنا ان ما نكسرش البيضة، ونحقن السنتي مرة واحدة كده ونخلينا ماسكينها شوية. تمام، نسيبها بننتظر حوالي دقيقتين كمان، سيبها على بال ما الزيت يختلط بالبيضة ويختلط بجدار الغشاء بتاع فتحة المجمع علشان يسهل نزول البيضة. طيب كده بس، لا في حجمان خطوة كمان، بعد كده هنقلب النتاية، هنقلبها على الوضع السهل بتاعها على رجليها، وبعد كده هنبدأ طريقة ما تستغربوش ليها يعني، يعني هي الطريقة دي ان شاء الله بتجيب نتيجة. هنمسح اول الزيت ده وهننفخ في حوصلة الحمامة اهو بالطريقة دي، نحط الفم فيها كده واكتم ثواني واقفل وافتح تاني. بنملى الحوصلة بالهواء وبنكتم شوية علشان يدخل حبة في الامعاء، في امعاء الحمامة. هنحاول زي ما يكون كأننا بنعمل لها انتفاخ، ونستنى دقيقتين تاني ونرجع نكرر النفخة دي تاني. ننفخ تاني شوية هواء كمان، قفلنا، نفتح تاني تخرج الهواء اللي دخل، نكرر العملية دي ثلاث مرات كل دقيقتين كمان مرة. قفلنا، ما تخافش بس اوعى تخنقها، تقفل ثواني قليلة وتفتح لها. خلاص كده نفخنا الثلاث مرات، ليه؟ عشان يدخل جزء من الهواء ده في الامعاء بتاع الحمامة كده. ونسيب الحمامة تروح مكانها خلاص. بعد كده ان شاء الله نبص عليها في خلال نص ساعة، هتلاقي ان البيضة نزلت ان شاء الله. طيب نسيبها نص ساعة ونرجع نبص عليها. غبنا على الحمامة ساعة، الحمد لله جينا لقينا البيضة نزلت مكانها، ايه بيضة الحمامة. لكن احنا هنقول لو ان البيضة ما نزلتش، ممكن تنزل او ممكن ما تنزلش، لكن بنسبة كبيرة انها تنزل ان شاء الله البيضة بيضة. لكن لو ما نزلتش هنحاول نخرج البيضة بايدينا. وعلشان نخرج البيضة بايدينا محتاجين ان احنا حلقة تانية نقول لكم، او فيديو تاني علشان نخرج طريقة اخراج البيضة المحشورة بيدويا. لكن حذاري وانت بتخرج البيضة انك تكسر البيضة جواها، لان لو انت كسرت البيضة جواها الحمامة بتموت بنسبة كبيرة قوي، بيعمل لها تسمم والبيضة والحمامة بتموت لو البيضة اتكسرت جواها. طيب كده يكون خلصنا موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.